مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نحكي عن 5 مناطق ممكن تزوروها بالريف الشرقي لمونتريال. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. المنطقة يلي بالجنوب الشرقي لمونتريال اسمها إسترين تاونشيبس، يعني البلدات الشرقية. المنطقة ريفية كتير وفيها واحدة من أحلى المناظر الطبيعية بكيبك. المنطقة فيها من أكبر نسب الناس اللي بيحكوا إنجليزي بكيبك، وفيها مناطق تاريخية مهمة لأنها على الحدود بين أمريكا وكندا، فكانت دائما منطقة مختلطة بين البلدين. المنطقة فيها مدينة شيربروك، بس ما رح أحكي عن هالمدينة هلأ، يمكن أعمل فيديو عنها بعدين. هذا الفيديو هو عن رحلة عملتها من 2 سنين، بس هلأ باعتبار بلش الصيف بكيبك فحبيت أشاركها معكم. أول منطقة اسمها فورت لينكس، وبتبعد بحدود 60 كيلومتر عن مدينة مونتريال، يعني تقريبا الطريق بياخد 3/4 ساعة بالسيارة من مونتريال. المنطقة عبارة عن حصن قديم على جزيرة على نهر ريشليو. الحصن كتير قريب على الحدود الأمريكية، وكان له أهمية كبيرة بالتاريخ بين كندا وأمريكا. الفرنسيين هن أول من بنى الحصن ليدافعوا عن كندا ضد البريطانيين بفترة 1760، وبعدين لما احتلوا البريطانيين كندا حافظوا على الحصن ورجعوا رمموه بال 1819، وكان خط دفاعهم الأول ضد الأمريكان، وخصوصي إنه النهر بيصير ضيق عندها وبيصير بس فيه مسارات صغيرة بتعدي منها السفن. المنطقة اللي حوالين الحصن فيها شاليهات مباشرة على النهر، وفيها مارينا صغير للقوارب، ولأنها قريبة من مونتريال ففيها شاليهات لمشاهير المدينة. في عبارة بتوصل للجزيرة وبيعملوا جولات سياحية للحصن بفترة الصيفية. المنطقة اللي حوالين الحصن زراعية وفيها مسارات هايكينج ومسارات للبايكس، فممكن تقضوا بالمنطقة يوم كامل. من سنة 1920 الحصن بيعتبر ناشونال هيستوريك سايت بكندا. الحصن على شكل نجمة، ورغم انه على جزيرة بس كمان عاملين حواليه خندق فيه مي، ومستخدمين تراب الخندق ليعملوا سور ترابي حوالين الحصن. اذا جيتوا لهون رح تشوفوا كتير قوارب، وخصوصي انه هاي المنطقة موصولة مع بحيرة كبيرة اسمها شامبلان بتوصل لامريكا. المنطقة الثانية هي دير سان بنوا دي لاك. الدير بيبعد 130 كيلومتر عن مونتريال، يعني الطريق بيحتاج 1.5 ساعة سواقة. يمكن هاي أحلى منطقة بالريف الشرقي كله. رغم أنه الدير مبين قديم كتير، بس هو تأسس بال 1912. المنطقة اللي حوالين الدير فيها تلال ومشهورة بزراعة الفواكه وخصوصي التفاح. الدير أسسوه رهبان فرنسيين، ولهيك تصميمه بتحسوه بيشبه كتير تصميم العصور الوسطى تبع فرنسا. الدير على طرف منطقة جبال الأبلاتشن، والمنطقة يلي حواليه من أحلى المحلات بريف كيبك. في منطقة زراعية تابعة للدير، لهيك ممكن تشتروا منه منتجات محلية مثل الجبن والمربيات، وحتى في حقل تفاح بتقدروا تدفعوا لحتى تدخلوا تقطفوا منه. الديكور الداخلي بيشبه النمط المعماري لجنوب فرنسا يلي هو قريب من نمط البحر المتوسط. كاتبين هون قصة تأسيس الدير. بفترة 1912 كان في مشكلة بين رجال الدين والحكومة الفرنسية، ففي مجموعة منهم هربت من منطقة النورماندي بفرنسا، وعملت هالدير لمجموعة الرهبان يلي هربوا من فرنسا. عادة بيعيش بالدير بين 30 و50 راهب. حقيقي المناظر هون بتحسسكم كأنكم بالريف الفرنسي، وخصوصي لأنه نمط العمارة تبع الدير كتير مميز. الجبال يلي حوالين الدير بيصير فيها مسارات تزلج بالشتاء. هاي المنطقة ممكن تقضوا فيها يوم كامل لأنه التلال والغابات اللي حواليها كتير متنوعة.
المنطقة الثالثة هي بحيرة مين فريميجاك. البحيرة بتبعد 125 كيلومتر عن مونتريال، يعني تقريبا ساعة وثلث سواقة بالسيارة. هاي البحيرة بتمتد من كيبيك لولاية فيرمونت الأمريكية. على الطرف الشمالي من البحيرة في بلدة ماغوغ يلي هي منطقة سياحية وفيها كتير شاليهات لسكان كيبيك، وخصوصي انه البلدة كمان قريبة من شيربروك. البحيرة طولها 50 كيلومتر بس ما لها عريضة كتير، في محلات بتصير من 2 ل 3 كيلومتر. فترة السبعينات البحيرة كانت كتير ملوثة خصوصي من المبيدات الحشرية ومخلفات المزارع بالمنطقة، بس من وقتها لهلأ صار في حملات كبيرة لتنظيف البحيرة، ولل 2010 لحتى صارت المي بالبحيرة نظيفة بشكل مقبول. في بالبحيرة 21 جزيرة معظمها ملكية خاصة ومبني عليهم شاليهات. اسم البحيرة جاي من لغة السكان الأصليين وبتعني المنطقة يلي بتكتر فيها المي، وكمان لأنه المنطقة حواليها جبال فبالشتاء بيجوها الكنديين لحتى يتزلجوا. المنطقة الرابعة اسمها مونت أورفورد وبتبعد 120 كيلومتر عن مونتريال، يعني أقل من ساعة ونص بالسيارة. هذا المنتزه الوطني مساحته بحدود 60 كيلومتر مربع وفيه أكثر من جبل، أعلاهم جبل أورفورد يلي ارتفاعه بحدود 850 متر عن سطح الماء. المنطقة صارت منتزه وطني بال 1938 وبتقدروا تعملوا فيها كامبينج، وفيها مرسى لقوارب الكانو وأكثر من مسار للهايكينج. بال 2006 حكومة كيبيك كانت مفكرة تعمل مشروع سياحي بالمنطقة، بس نشطاء البيئة ظلوا يعملوا مظاهرات لحتى وقفوا هالمشروع لأن المنطقة فيها غابات وحيوانات كتير. بس لسه في مسار للتزلج بفصل الشتاء بالمنطقة. المنتزه فيه بحيرة كبيرة وفيها هاي الجزيرة يلي تعد من الجزر المشهورة بالمنطقة. المنطقة الخامسة اسمها مونت ميجانتيك. الجبل بيبعد 230 كيلومتر عن مونتريال، يعني تقريبا بتكون ساعتين ونص سواقة. الجبل على الحدود مع ولاية مين الأمريكية وارتفاعه أكثر من 1100 متر عن سطح الماء. منطقة الجبل معروفة أنه فيها هواء قوي، ولهيك بتكون السماء فيها صحو إجمالا، ولأنه الطقس بالمنطقة صحو وما في سكان كتير يعني ما في أضوية بالليل، فعاملين على قمة الجبل مرصد فلكي كبير. وحتى على الطرف الثاني من الحدود في مرصد مشهور كتير بأمريكا، وهذا المرصد تابع لجامعة مونتريال وجامعة لافال. المرصد اللي على الجبل هو من أكبر المراصد الفلكية بكندا وتأسس بال 1978. الجبل والمنطقة اللي حواليه هي ناشونال بارك بكندا وفيها أكثر من مسار هايكينج بيوصل لقمة الجبل. هيك بنكون تعرفنا على خمس محلات مميزة كتير بالريف الشرقي لمونتريال. بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.